دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الأخبار الزينة والممتازة أميرة، إن شاء الله تكون بخير. الحظ يواتيك ليك لكل الأبراج الفلكية، إن شاء الله زاد الحظ الجيد يرافق مولود اليوم من برج الثور اللي نتمنيه له برشة سعادة في نهار عيد ميلاده. ثورة هو أنت الفرحة، أنت السعادة، استنى مفاجأة ليامات هذه. وأول أخبارنا اليومية نبدأها مع الحمل، رد بالك لا تتردد في بعض القرارات خاصة المهنية، حاول الفترة الجاية تلتزم الهدوء، غيمة كحلة وتنزل على قريب. الثورة هو كل شيء لباس، الوضعية ممتازة والأسبوع الداخل أكثر من ممتاز. الجوزاء تتغير حياتهم العاطفية، اللي عندهم الحب عندهم ارتباط ورومانسية الحمد لله ديما نقولوا في أعلى درجتها. السرطان رزقه يبين، عندك الجديد، عندك برشة جديد، زيد ميليك أنت والحظ الجيد. الأسد راهو مفتاح نجاح بين يديكم، لنحبكم تبكي ولا تشكي وراكم طبيب رواحكم يا سودة. الكلام زيدة باش يكون عليك على العذراء، نحبكم تصبروا على قريب فما باب رزق جديد. العذراء كيف ما حكينا راهو هي راهي تتغير الأحوال، كيف ما حكينا راهو زيدة تفرش، تودوا عراقيل إزمان، عندكم أرباح مالية، فما جديد ممكن نحكيه على خدمة جديدة وسفر ينور حياتكم. الميزان حاولوا تتجنبوا المشاكل الأخطاء وخليكم عقلي كيف ما يقولوا، خليكم عقل ورزين. العقرب فترة لقاءات فما اتصالات، فترة فيها الخير، الأحداث اللي باش تكون ماهيش متوقع. وكان على القوس كيف كيف زاد راهو عنده أرباح مالية، فما الفلوس عنده زيد الخير على فكرة، راهو فما خدمة جديدة في الأفق. وكان على الجدي راهو مهنيا يميرة انتيجة إيجابية لكن عاطفيا حبوا إيسيس ويسمع من الحبيب. الدلو نهير الهدية، المفاجآت السارة الفترة هذه تعدك بانفراجات مهنية بعد أيامات، هو بعد هيتنقولوا يميرة تعب أيامات. ونختموا مع الحوت، هي نصيحة إذا حابب النفسية ترتاح تتحسن وضعيتك ما فيها بيس كان تبذل مجهود أكثر. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.